عن مر السنة كاملة. عملية التنشئة الاجتماعية لدعم السطح الأسرة تفضل مشكورة. تبحث في كل الأطر التي تعزز والمهارات اللي يمكن ترسخها في تعاون ما بين قطاع خاص وقطاع حكومي. درسنا جميع الجهات هذه كافية. اخترت مدينة حصن من إيلاي. ندعو الأمر الأندرويد مدير عام مؤسسة التنمية والكبير على أفراد المجتمع. كثير من الأشخاص كان عندنا في كل ما تمضي فيه من مبادرات وتحقيق ريادتها المعرفية. هذه الكوكبة من هذه المؤسسات الاجتماعية تحديات مع الشيخ الهنيان بن بابلي والثقافي التي تصل على هذا الغريب قيمها وصلت.